قول إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يكرهون تعليق التمائم من القرآن وغيره، هل يدل هذا على أنهم يرون أن ذلك حرام وأن الكراهة كراهة التحريم؟ اي نعم، الكراهة عند الأقدمين كراهة التحريم، عند الأقدمين إنما كراهة التنزيه هذه جاءت عند المتأخرين. وفي القرآن كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، في شرك كما جاء في الآيات، وفي مع هذا قال مكروه، كراهة التحريم. نعم.